السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب فيكم في لقائنا الجديد في الحلقة الرابعة ولا الخامسة. رمضان عم بيمشي بسرعة، فبحييكم في هذا الشهر الفضيل. احنا حبينا نطلع عليكم يوميا، كان عندنا فيديوهات يومية ما قبل رمضان، لكن حبينا في هذا الشهر الفضيل نحكي في مشاكل بيواجهوها ناس كثير ونحاول نوصل للهدوء النفسي. فاليوم موضوعنا عن الموت، موضوع مهم كثير، ويمكن الموت الفترة هاي انتشر بشكل كبير على الإعلام وانتشر في كل مكان، كورونا، كوفيد 19، ناس عم تموت، أعداد الضحايا في الدولة الفلانية، أعداد الضحايا، صار كل يوم في إحصائية للوفيات، وزاد الخشية والخوف من الموت. لكن لا شك أنه هذا الموضوع أثر علينا جميعا، لكن فما بالك بالناس اللي عندها ثاناتوفوبيا. ثاناتوفوبيا شو هذا اللي بيحكيه الدكتور؟ الثاناتوفوبيا هي الفوبيا من الموت، الفوبيا يعني الخوف المرضي من الموت، وهذا الموضوع هو يعني يشخص من أمراض القلق والتوتر المرضي. بدنا نحكي اليوم بالتفصيل، بس قبل أي شيء حابب أحكي شغلة مهمة كثير. دائما في مواضيع، هذا أسلوبي وهي طريقتي، دائما مانع، أنا لا أعارض الشخص اللي بيشتكي. يا جماعة، لما حد يشتكي من موضوع ما بنعارضه، ما بنقول له لا، ما معك حق تشتكي. هذا بيسموه التعاطف، نحن بحاجة لتعاطف، خلينا متعاطفين. لما يجي واحدة تشتكي لجوزها، أو واحد يروح يحكي لمرته، يا عمي ما، وتحكي له ما معك حق تزعلي، وأنت ما معك حق تزعل، هذا قمة الجهل في طريقة التعامل مع مشاكل الناس، وقمة عدم الإحساس. عدم وجود إحساس بالآخرين قاتل. لذلك لما أشوف شخص بيشتكي، مهما كان الموضوع اللي بيشتكي عنه سطحي أو غير مهم، أو أنا شايفه في آخر أولوياتي، أو مستغرب من شو هالطريقة في التفكير، ليش خايف من الموت؟ ما كل الناس بتموت، ليش عندك قلق؟ ليش خايف تطلع؟ ليش خايف تحكي قدام الناس؟ هاي المواضيع من وجهة نظري أنا قد تكون سطحية، لكن من وجهة نظر الشخص اللي بيشتكي، لا يوجد إنسان يشتكي إلا عنده ألم. فخلينا نحس بألم الآخرين ونعطيهم آذان صاغية ونستمع لهم بإنصات ونعطيهم تعاطف ونحكي لهم أول شيء أنا حاسس فيك، أنا حاسس بألمك. فمن اليوم ورايح رجاء هاي النقطة اللي أنا أتمنى أنها تنتشر في عالمنا كله، مش بس في العالم العربي، في عالمنا كله، شوية إنسانية ونقعد نسمع للآخرين، مش نتفه مشاعرهم ونتفه أحاسيسهم ونتعامل معها عينها مش موجودة. ثانيا الموت، ما هو الموت؟ الخوف المرضي من الموت. بتلاقي الشخص متى بنشخص، بنقول والله هذا معاه ثاناتوفوبيا، لما توصل مرحلة، لأنه كل الناس بتخاف من الموت، الجميع عنده خوف من الموت وهذا شيء طبيعي، لكن عندما يصل الإنسان إلى مرحلة إنه خوفه يمنعه من أداء وظائفه الحياتية، ببطل يطلع، ببطل يدخل، ببطل يروح، ببطل يجي، خايف من الموت، خايف يطلع يموت، خايف يطلع بالسيارة يعمل حادث، خايف يشارك في بيعمل حادث، وبالتالي هون في مشكلة، وخصوصا إذا الموضوع طول أكثر من 6 شهور وصار في زي ما حكينا قلق دائم، وصار في تأثير على حياته الشخصية، الزوجية، العملية، الدراسية. هنا يصبح الموضوع مرضي. طبعا في حالات يجب أن تراجع أطباء نفسيين، لكن خلينا نحكي عن الموت، وهي رسالة لكل إنسان خايف من الموت واليوم جالس عم بسمع أخبار كورونا مورونا وقتلت وعملت وسوت، تعال نحكي أنا وياك بمنطق عسى الله إن شاء الله يجعل هذا المنطق اللي راح أحكي فيه يريحك ويعطيك دافع إنك أنت تعرف كيف تتعامل مع الموضوع. الموت أكبر مشكلة عند أي إنسان إنه يتعامل مع شيء يجهله. الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، والطريقة اللي تقدم فيها لنا الموت، إحنا بننولد بعدين بنتعرف على الموت، الطريقة اللي تم تعريف الموت لإلنا بتأثر في نشأة هذه الفوبيا وزيادتها، وطريقة تعاملنا مع فكرة الموت بشكل عام. لا شك إنه الأديان حاولت تجد، الأديان جابت تفسير، لأنه حكت إنه في موت وفي شيء اسمه ما بعد الموت، مراحل أخرى. فلاسفة، الناس اللي ما كانت عندها أديان أو غير مؤمنة، كل واحد وجد طريقة لتفسير ما بعد فناء الإنسان، بعد ما الجسد يموت إيش بصير بالروح، وين بتروح، وين بتجي. لذلك الإنسان بشكل عام كان عنده uncertainty، ما عنده يقين ما الذي يحدث بعد ذلك. جاءت الأديان لتعطينا اليقين، تحكي لنا إنه في إله، وتحكي لنا إنه في جنة وفي نار وفي حساب وفي قبر و و و وكل التفسيرات. لكن يبقى بعض الناس
فكرة الموت عندها تربطها بألم شديد واختفاء معلومة وجهل بما يحدث ما بعد الموت، لذلك تسيطر عليه فكرة أنه الموت هو شيء صعب جدا، تجربة صعبة جدا، وبالتالي هو ينظر إلى هذه التجربة وما بده يفتح عيونه ويشوف كل الموضوع من أوله لآخره. لذلك أنا بدي أحكي، وهي نقطة مهمة جدا. أولا نحن بنمر في 4 مراحل، مرحلة ما قبل لما بنكون في بطون أمهاتنا، لسه أنت بدك تطلع، بدك تنولد. المرحلة الثانية الحياة، المرحلة الثالثة القبر، المرحلة الرابعة ما بعد القبر إلى جنة ونار. وإحنا بنحكي اليوم عن معتقداتنا. معظم الناس بتنظر لمرحلة واحدة، مرحلة الحياة، بحكي لك فيش عدل، مش عارف إيش كذا، وبعدين بصير يخاف من انتهاء المرحلة، إنه راح يدخل لمراحل 2 هو مش عارف عنهم أي إشي. لذلك أنا بحكي لكل إنسان عنده خوف عالي من الموت، ارجع عرف الموت على ورقة وقلم. ما هو الموت؟ ما هو الموت من وجهة نظرك؟ لأنه من هون بتبلش الحكاية. لما يكون التعريف خاطئ، الأحاسيس بتكون خاطئة. ما هو الموت؟ يعني أنا بيعجبني لما كنت أسمع إنه سيدنا بلال، وإن شاء الله ما أكون غلطان، وإذا غلطان صلحونا بالكومنتس، لما إجا يموت كان يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا تفسير الموت بالنسبة له، إنه هو بده يموت ويلقى أصحابه، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. بتذكر لما كنت أشوف ناس، بتذكر هذا رجل كان كبير جدا في السن، ربنا عطاه عمر، عاش 100 وسنتين، فكنت كل ما ألتقي فيه أسلم عليه الله يرحمه، فأحكي له كيف حالك، يحكي لي والله اشتقت لأصحابي، اشتقت لأهلي، اللي بعد صاروا أكثر من اللي قبل. فمرة حكيت له، قلت له شو اللي بعد وقبل؟ حكى لي اللي بعد الموت، الناس اللي بعد الموت إلي صاروا أكثر من الناس اللي قبل الموت. وبالتالي هو نظرته للموت صارت رحلة هو ينتظرها. أنا ما بحكي إنك ممكن توصل لمرحلة إنك تحب الموت، لأنه هذا كمان مرض، هذا مش طبيعة، هذا مش تفكير إيجابي، لكن أنا بحكي إنك لازم تأقلم نفسك من البداية. ارجع عرف الموت، ما هو الموت؟ الموت هو راحة، الموت هو انتقال إلى الرحمن الرحيم، الموت هو لقاء لشخص، لقاء لأشخاص أنت اشتقت لها، والدتك، والدك اللي توفوا، جدك، جدتك، الناس اللي بتعمر وبتطول في العمر، روحوا اسألوها، احكوا لها شو رأيكم بالحياة، بحكي لك دخلت من باب وطلعت من باب. والناس اللي ورا الموت اللي عم بيستنوا صاروا أكثر من الموجودين اللي في حياتي موجودين. لذلك أولا عرف ما هو الموت، لأنه هي مشكلة كبيرة. ثانيا يجب أن تفهم، وهذا شيء ضروري، قصة معروفة متداولة جدا، مش مهم هي صحيحة ولا مش صحيحة، بس ناخذ الشاهد. رويت إنها صارت مع سيدنا سليمان، ورويت إنها صارت مع تاجر في بغداد، لكن فحوى القصة إنه رجل كان عنده شخص بيشتغل عنده، فطلع هذا الشخص عنده مرض الخوف من الموت، فطلع على السوق فشاف امرأة، فرجع لصاحب العمل قال له أنا بدي أسافر، طلعني، بدي أطلع من بغداد، وديني لأي مكان ثاني، بدي أطلع أسافر. حكى له ليش؟ حكى له رأيت الموت متجسما على شكل امرأة، فنظر إلي نظرة يعني خوفتني. طب كيف عرفت أنه موت؟ هل إحساس؟ إحساسي أنه هذا الموت كان ينتظرني، سفرني سفرها. يقال أنه بعثوا على سامراء، فكانوا هم في بغداد وبعثوا على سامراء، فطلع هذا الرجل يدور على الامرأة اللي شافها، حكى أكيد هذا مجنون وكذا، فشاف هل أنت ملك الموت؟ حكى له نعم. طيب ليش كنت تنظر للصبي بهذه الطريقة اللي كان يشتغل عندي؟ حكى له كنت مستغرب، أمرت أن أقبض روحه في سامراء، فعجبت أنه في بغداد. فذهب الرجل إلى قضائه، بمعنى آخر لن تهرب من قضائك، لن نهرب من قضائنا. لذلك أنا ما بخاف لا من كورونا، ولا بخاف من مورونا، ولا من خاف، بالآخر هو قضاء، لكن أنا مسؤول إني آخذ بالأسباب فقط لا غير. هي رحلة إلها بداية وإلها نهاية. ثالثا كيف نعرف ما بعد الموت؟ هذا الموضوع برجع لك، علاقتك في رب العالمين، علاقتك في الله، كلما زادت العلاقة قوة وكلما استبشرت بالله. لذلك أنا ضد التخويف، تخويف في الدين ليش؟ والنار والمراوح والمش عارف إيه، ليه كل هالتخويف؟ إن الله رحمن رحيم، رحمة الله واسعة ومغفرته واسعة. هذا الشيء لازم يزرع في الأطفال، في الأطفال لازم يعرفوا إنه الرب رحمن ورحيم. هاي نقطة كثير مهمة، إنه أنا أكون عارف إنه الموت ما هواش النهاية، هو البداية، والبداية لشيء أجمل، البداية لشيء أجمل. تذكر دائما إن الله عند ظن عبده به، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بما يشاء.
فظن خيرا، لانه هذا الموضوع حيساعدك انك تتخلص. هذا كله لازم يكون مكتوب، مكتوب. ما بدك تكتب، لا تسمع، سكر الفيديو، سكر الفيديو، ما راح انفعك لا انا ولا الف دكتور، راح تضلك خايف. الشيء اللي بعده، معظم الناس اللي بتجيني اللي عندهم الثاناتوفوبيا اللي بيخافوا من الموت، تساله قد ايش صار له معك؟ 10 سنين، 12 سنه، بساله سؤال، انت كيف ما متت لهلا؟ كيف ما متت لهلا؟ طب صار اشي؟ لا ما صارش اشي. طب كيف انت بدك تبرمج حالك، بدك تقعد تفكر مره ثانيه. الشيء الوحيد اللي ممكن يقتلك الامراض اللي بتجيك من وراء التوتر والقلق. كثر التفكير في الموت بشكل سلبي هو اللي راح يعمل لك مرض، هو راح يعمل لك قلق وامراض عضويه وضغط دم وسكر لا قدر الله. مهم كثير انه الانسان اللي عنده هالمشاكل يرجع يبرمج نفسه، يرجع يعرف الموت من اول جديد، عرف موت. ثانيا، انظر الى ما بعد الموت، دائما استبشر فيه، خلي دائما صورتك لما بعد الموت افضل. ثالثا، وهذه شغله كثير مهمه، لما بنحكي عن الموت ولما بنيجي بدنا نواجه، دائما انا بحكي تقبل، مش تلغي، لا تلغي، لا تكون شخص بس بدك تلغي الشعور، ما بدي اخاف من الموت، دكتور اعطيني شغله انا ما بدي اخاف من الموت، لا، يجب ان تتقبل فكره الموت. اذكر والدتي لما توفت كنت حزين جدا. والدتي توفت سرطان، وبعد ما عملت العمليه كان المفروض انها تاخذ علاج كيماوي. فانا اذكر تماما لما توفت بعدها بفتره كنت في زياره لاحد المستشفيات، فشفت ناس بتاخذ كيماوي، شفت العذاب والشعر اللي بتساقط وكذا، فقعدت اتذكر بقول سبحان الله، ربنا رحم امي انها راحت قبل ان تدخل في هذه الدوامه، لانه الدكتور وقتها حكى لنا انه علاجها الكيماوي حيكون طويل، فالله يعينها ان شاء الله وتقدر تتحمل. لكن كانت رحمة الله بها أكبر من رحمتنا نحن بها. لذلك الإنسان ينتقل إلى الرفيق الأعلى في الوقت المناسب له، لكن نحن لا نعلم، نحن لا نرى، سنعلم فيما بعد. فتأكد تماما إذا كان أنت فكرت بهالطريقة واستبشرت أنه أجلك سينتهي، دائما في الوقت المناسب لإلك. ليش؟ لأنه أنا ثقتي في الله كبيرة. مين اللي بياخذ الروح؟ ربنا. إذا ثقتي في الله كبيرة. شغلة مهمة كمان، التفكير الزايد في الموت والقلق الزايد بيخلي الإنسان ينعزل من الحياة، بتلاقي الناس منعزلة. لازم تختلط بالحياة، روح احكي مع الناس، اشكي لهم، معلش حتى لو كنت زنان احكي معهم، طلع هالشحنات اللي جواتك، ارجع عرف الموت، ارجع احكي لهم عن الموت. وبعدين إذا عرفت أنت ليش خايف، يعني بحكي لي أنا دكتور خايف من الموت لأنه أنا مش حاسس حالي جاهز، أنا مش جاهز ألقى ربي. طيب انت مش جاهز؟ اجهز. مش جاهز؟ اجهز. بدل ما تصرف وقتك في الخوف من تنشل وانت خايف من الموت لانك مش جاهز. كلمة واحدة، استغفر الله واتوب اليه، بتخليك جاهز. كلمة واحدة. استغفر الله، تحكيها من قلبك وتكون ندمان وتكون ناوي الصح، تقول استغفر الله واتوب اليه. من اليوم ورايح متوجه اليك يا رب، انت صرت جاهز. الف الف مبروك. فانا اللي بدي احكيه انك لازم تتعامل مع المواضيع وتواجهها بدل ما تضلك عايش في الشعور. الدماغ والوعي، الدماغ والوعي. الوعي هو عبارة عن لمبة، لمبة. اللمبة هاي في الدماغ تتحرك كما تريد، انت بتاخذها وين ما بدك. اذا اليوم بحكي لك غمض عينيك وتذكر اخر عرس انت حضرته، اخر عرس انت حضرتيه. متذكرة هذا العرس؟ متذكرة شو قدموا اكل؟ متذكرة العريس والعروس؟ العروس كانت مبسوطة؟ العريس كان مبسوط؟ كيف كانت الفرحة؟ طب متذكر آخر إجازة أخذتها؟ رهيبة صح؟ كيف كانت؟ وين كانت؟ مع مين كنت طالع؟ شو كنت لابس في هاي الإجازة؟ قديش كنت مبسوط وانت عم تحضر للإجازة؟ قديش كنت مبسوط وانت مسافر؟ قديش كنت مبسوط وانت راجع؟ طب تتذكر آخر إنسان عزيز على قلبك فقدته؟ متذكر آخر واحد مات؟ ماتت أمك؟ مات أبوك؟ جدك؟ عمك؟ متذكر اللحظة اللي إجاك التليفون؟ مين اللي خبرك؟ مين اللي حكالك؟ أنا بستطيع أني أنقلك عن طريق توجيه الوعي من مكان لآخر، أنقلك لحزن شديد، لفرحة شديدة. أنت خليك دائما الفارس بجواد، مش بدون جواد، فارس بجواد، خليك أنت فارس الوعي. ولذلك إحنا بنحكي بصفحتنا وعي 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 وعي، يعني لو سقط الوعي من السماء مطرا لوجدت أناسا يحملون الأمبريلا الشمسية، بدوش وعي. الوعي هو الأساس. أنا هيك بتحكم في مشاعري، أنا هيك بوجهها. ماتت والدتي، مباشرة أخذت اللمبة ورحت للجانب الإيجابي. شو الجانب الإيجابي؟ ربنا أرحم الراحمين فيها، راحت تلاقي أمها وأبوها، أكيد هي مبسوطة، روحها لسه معانا،
اكيد حاسه فينا، والاهم انه بقدر ابعث لها حسنات، وبقدر اكون عمل صالح، وبقدر اكون ولد يوزع علم، وهي اللي اعطتني هالعلم والناس تدعي لها. اذا مباشره وجهت وعي، توجه الوعي. واذا كنت انت خايف من الموت لانك انت نفسك تخلد، ما حدا بيخلد، لكن باستطاعتك انه اسمك يضل وراك. يقول لك انا خايف على اولادي، خايف انه اموت بدري، انا عمري 30 سنه، فلان مات 30، فلان مات 40. تستطيع ان تعيش عمر صغير واثرك يكون بعدك طويل. سيدنا عيسى 33 سنه، 33 سنه سيدنا عيسى قبل 2020 سنه، صح ولا لا؟ ولا زال ذكره الطيب موجود، صح ولا لا؟ واتباعه موجودين، 2.7 مليار مسيحي بيؤمنوا بسيدنا عيسى. سيدنا عيسى عاش 33 سنة فقط، لكن شوف ذكره. هذا اللي بدي أحكيه، أنت تستطيع أنك لو واجهت مخاوفك مع الموت وكتبتها على ورقة، اكتب اكتب أرجوك، اكتب أرجوك، اكتب والله لمصلحتك، اكتب اكتب، لأنه هاي الكتابة بتخلي مخاوف اللي براسك مرئية. الإنسان عدو ما يجهل، لكن لو بطل الجهل موجود تستطيع أنك أنت تنتصر على أي عدو. عدوك الأساسي هو طريقة توجيهك لوعيك، اللمبة اللي أنت بتحركها براسك وين بتوديها، شو بدك تحس، وين بدك تروح. حرك الوعي وحرك الموت حق. لو كان الموت يعني بكرة ولا بعده ولا بعد ساعة ولا بعد ساعتين، ليش نموت وإحنا زعلانين؟ ليش نموت وإحنا حزنانين؟ من إيش خايفين؟ من الموت، كله حيموت. خايف أنا إنه في لحظة موت، إنك ميت وإنهم ميتون. خايف إنه ألقى رب العالمين، ليش؟ ربنا رحمن ورحيم، ربنا أرحم من كل العبيد اللي أنا شفتهم، من كل عباده أرحم، من أمي وأبوي اللي بحبوني وما بحبوا حدا زيي. من إيش خايف؟ خايف من عملي؟ أنا بإمكاني زي ما حكيت بكل واحد استغفر الله وأتوب إليه، نويت أني إن شاء الله أكون إنسان صالح. خايف أنه اسمي يضيع وينتسى؟ بستطيع أني أترك وراي أثر، الناس تذكر سيرتك الطيبة. من إيش خايف؟ من إيش خايف؟ خايف من الكورونا؟ الكورونا ما بتقدر تقتلك إذا كان مش مكتوب لك، وإذا مكتوب لك حتموت حتى لو كنت في قصور مشيدة، حتى لو سكرت على حالك. في ناس بتنام ما بتصحى، بينام ما بصحى، لا تحكي لي لا كورونا ولا مورونا ولا فيروس ولا شيء، بينام ما بصحاش. وفي ناس بتعيش في حروب وبتعيش 150 سنة و160 ومعمرين، في ناس معمرة. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح. كل المطلوب منا أنه نزيد الوعي وترجع مرة تانية تواجه نفسك بشكل مختلف، غير طريقة تفكيرك في الموت، ارجع عرف الموت بطريقة تليق بالحقيقة الوحيدة في الحياة، المصير المحتوم. كلنا سنموت، لكن سنموت مرة واحدة ونستطيع أن نعيش في كل لحظة. عيش كل لحظة، لأنك حتموت في يوم الأيام. خلد ذكراك وخلد نفسك بشغلة واحدة فقط، بعملك الصالح وأخلاقك وأدبك وذوقك، هذا اللي بيخلدك. أما التجارة اللي عم تنعمل اليوم، أنا بدي أحكي هذا الموضوع مقتضب بس، تجارة الموت، البرامج اللي بتطلع الكاميرا الخفية والهذا، اللي بيتاجروا بتخويف الناس وبتاجروا للأسف الشديد لها جمهورها والناس بتتابعها وتستهين فيها. وعد وراجعوني، إذا في أطفال اليوم عم بيحضروا هاي البرامج، هدول الأطفال حيكون عندهم مرض نفسي. وعد، هذا وعد مني. هذه البرامج بتشكل، لأنه الاستهتار بالموت والمزح فيه بهذه الطريقة هاي مشكلة، هاي شغلة مرعبة. أتمنى أنه ما يكون الاستثمار، للأسف الاستثمار الفترة هاي كلياته رايح على هاي البرامج، لكن تعودنا، ما بدنا نرجع نعيد ونزيد، تعودنا. في ناس هيك وفي ناس هيك، الخير والبركة في الاثنين، الاثنين مناح والاثنين كويسين، اللي بيحضر واللي ما بيحضر. لكن نسأل الله الهداية ونسأل الله السلامة للناس اللي ما عم توعى قديش خطورة الأشياء اللي بتعملها يوميا في برمجة دماغها. برمج دماغك على الطريقة الصحيحة. أتمنى من الجميع أنه هذا الفيديو يتشير، لأنه أكثر سؤال سألته الفترة الماضية الخوف من الموت. فعسى الله أنه هذا الفيديو، لأنه في ناس هلأ بتصلي تراويح فرق الدول، وفي ناس يمكن ما عم تنتبه وبيقول لي ما وصل لي إشعار للفيديو، أنا كنت بالصلاة ودكتور عنا بالجزائر بنفطر الحين، ودكتور عنا في أمريكا لسه صاحين. فشيروا الفيديو، عسى الله إن شاء الله يوصل لناس تسمع، أو يعني تسمع القول فيتبعونا أحسنه. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. الموت ما بيخوف، اللي بيخوف إنك تضلك خايف من الموت. كلنا سنموت، لا تخاف من حقيقة مطلقة، لكن عليك أن تخاف من تقصيرك في إنك تعيش. راح نموت مرة واحدة، عيش كل يوم. أنا الدكتور حسن المزين، بتمنى لكم التوفيق والنجاح والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.